هي خلاص من نص ساعة تقريبا بدأ انطلاق موسم جديد من الدوري المصري. استعداد فرقتنا وإن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي بيخش باستعدادات قوية جدا للموسم الجديد بكرة إن شاء الله في أول جولاته في الدوري الممتاز الجديد مع فريق كبير النادي المصري البورسعيدي. مباراة كبيرة، مباراة يعني إن شاء الله بإذن الله تكون مباراة يعني بداية موسم زي ما أقول لحضراتكم في الدوري، والنادي الأهلي أكيد كل أمنياته، وكلنا كجماهير النادي الأهلي العظيمة لا نقبل غير البطولة. الحقيقة هرجع بالكلمة ديت لورا شوية، مباراة السوبر الأفريقي اللي خلاص قفلنا الملف نهائيا، وأكيد الجهاز الفني واللاعبين أكيد استفادوا بشكل كبير جدا من هذه المباراة. كل مباراة سواء مكسب أو خسارة أكيد بنستفيد منها على المستوى الفني، على المستوى البدني، على جميع المستويات الحقيقة. ومش هنقف كتير عند النقطة ديت، عند كلنا زعلانين أكيد، يعني مش هضحك عليك، لا زعلانين، وكلمة زعلانين إن احنا خسرنا بطولة بتساوي جماهير النادي الأهلي ومبادئ النادي الأهلي. احنا مش متعودين إن احنا نخسر بطولة ونبقى خلاص يا جماعة خسرنا بطولة، لا بيكون في زعل، في غضب شوية، لكن الحالة الإيجابية إنك بتحول هذا الغضب لطاقة إيجابية للقادم، والقادم أكيد هيكون قادم على مستوى البطولات. موسم هيبقى صعب بداية زي ما بقول لحضراتكم، بكرة إن شاء الله بداية موسم الدوري للنادي الأهلي مع مباراة كبيرة أمام النادي المصري، فإن شاء الله بإذن الله تكون تجربة كاس أو خسارتنا كاس طبعا السوبر الأفريقي أكيد هتنعكس إيجابيا أولا على الجماهير، اللي أنا شايف أكيد ثقافة جماهير النادي الأهلي عظيمة رغم الزعل ورغم الغضب، لكن المساندة دايما موجودة والتفاؤل دايما موجود والحوافز والدعم دايما موجود من جماهير النادي الأهلي بشكل إيجابي جدا جدا على مستوى الجماعي كفريق، على مستوى الإدارة الفنية لمديرنا الفني مارسيل كولر، على مستوى كمان ثقافة تدعيم الصفقات الجديدة، وده شيء مهم جدا جدا. أداء جيد جدا من إمام عاشور ورضا سليم في أول مبارياتهم مع النادي الأهلي، ونشوف إن شاء الله كمان الفترة الجاية ارتفاع في هذا المستوى، لكن مستوى لا بأس به مقارنة ببداية الموسم. ويمكن قلت لحضراتكم قبل الكلام دوت بأسبوع أو 10 أيام إن ما تنتظرش التوب ليفل ايا كان الاستعدادات، كانت استعدادات مهمه جدا في النمسا، لكن اي فريق في العالم بيكون فيه تدرج في المستوى خاصه لما بتخش على بطولات كبيره. ان شاء الله هنشوف مستوى فني افضل للنادي الاهلي على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، ان شاء الله باذن الله نشوف النادي الاهلي في احسن صوره، لان زي ما بقول لحضراتكم الموسم صعب جدا، وخاصه صعوبه الموسم انك دايما بيكون مقارنه باللي فات، يعني هتقارن الموسم ده بالموسم اللي فات، الموسم اللي فات موسم استثنائي، موسم تاريخي، وبالتالي في مش هقول ضغوط ولكن في مطالبات ان احنا ان شاء الله باذن الله اي بطوله باذن الله هنخش ونكسبها. طبعا البطوله الاولى خسرناها، لكن عندنا بطولات كثيره ان شاء الله النادي الاهلي يتوج بهذه البطولات، ودايما احنا ورا فرقتنا، ورا جهازنا الفني، ورا مجلس ادارتنا، وان شاء الله كل الدعم والتوفيق للنادي الاهلي. النادي الاهلي خلاص زي ما اقول لحضراتكم استعد بشكل كويس لمباراه الغد امام النادي المصري، كان في تمرين النهارده وسافر بعد التمرين الى الاسكندريه طبعا ل يعني استعداد النهائي لمباراه بكره ان شاء الله اللي هتقام على ملعب برج العرب في اسكندريه. زي ما بقول لحضراتكم النادي الاهلي بيخش الدوري وهو طبعا بطل هذه المسابقه، ويعني اكيد كلنا أمال وكلنا طموحات وكلنا ثقة إن شاء الله في الحفاظ على هذا اللقب الغالي. زي ما بقول لحضراتكم خمس وجوه جديدة، مش هقول جديدة لكن خمس صفقات دخلت النادي الأهلي، بنتكلم على رضا سليم، بنتكلم على إمام عاشور، بنتكلم على مودست كمان اللعيب، إن شاء الله كلنا في انتظار إن احنا نشوف وإن شاء الله يكون إضافة للنادي الأهلي بجانب عودة الإعارة إذا كان كريم نيدفيد أو صلاح محسن. إن شاء الله مع السكواد دوت، مع كل الاستعدادات إن شاء الله بإذن الله، مع المعسكر الخارجي، مع كل الأجواء الحقيقة، وأنا حاقف كمان مع الهزيمة، مع خسارة السوبر ده بيديك دافع وبيديك طموحات أكتر إنك هتقابل موسم صعب، وده اللي يمكن الدرس اللي اتعلمناه في مباراة السوبر. يا جماعة الاستعدادات مهما كان، مهما وصلت لمرحلة من
من الاستعدادات، لكن الاستعداد النفسي كان مهم جدا. ودي النقطة يمكن اللي اتكلمت عليها في الاستوديو التحليلي الحقيقة، ان قد يكون الاستعداد النفسي للعيبة ما كانش على المستوى المطلوب، قد يكون ان المباراة كانت مضمونة لبعض اللاعبين او ما فكرتش فيها بجدية بشكل ايجابي، قد يكون حتة ان احنا كده كده هنكسب والمباراة التصور ليها ما كانش على المستوى المطلوب قد يكون هو السبب، رغم ان احنا كمان الشوط الثاني لعبنا مباراه جيده جدا وكان لينا ضرب جزاء و و و، لكن كل ده على جنب، التحكيم على جنب وكل ده على جنب، ولكن في النهايه الدروس المستفاده ان شاء الله تكون ايجابيه ويكون مردودها ايجابي على فرقتنا ان شاء الله الموسم اللي